خمس سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع طباعة في اليوب. خبر معانا بيقول شب حريق هائل في مصنع طباعة بمنطقة أبو سنة بأليوب دون خسائر بشرية الحمد لله. تلقت مديرية أمن الأليوبية إخطار من مأمور مركز شرطة أليوب يفيد نشوب حريق في مصنع طباعة بمنطقة أبو سنة دائرة المركز. انتقلت خمس سيارات إطفاء واتنين خزان استراتيجي وتم الإخماد ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية. وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.